أربع كلمات هن أفضل الكلام، بل أفضل ما في الوجود كله، وأحب الكلام إلى الله تعالى. لذلك الاشتغال بها من أفضل الأعمال، فهذه الكلمات أحب للنبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، بمعنى أحب إليه من الدنيا وما فيها. جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في حديث صحيح فقال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا تأخذ منك سوى ثوان معدودة. وسبحان الله، مع عظم هذه الكلمات إلا أنك لا تجد إلا القليل من يكثر النطق بها. وهذا إن دل فإنما يدل على أن مثل هذه الأعمال اليسيرة في الجهد والعظيمة في الأجر فعلها توفيق من الله تعالى. لذلك أدعو الله دائما واسأله وكرر ذلك وقل: يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.